السلام عليكم وانا اني سلام الشيخ يا داديها برامج كسلان كدي مدعي و فردوسو وحان جوغا وقويغا مريكنكا وحان ويدين يا شيخ ما اي بنانت هاي ان ان كشاقيو ميشا دادك ووين لغو حنان ايو او رق ايو دمر بله اي لو يقان السي ان اي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد يضو اي تهاي الرنوة ناكسن دادك وايلكا ان لا دريال الله حنان ايو طبعا ضدك وحاكمين نقونية ضد أنو حيوا بوضان وضان طولا قبسان كرين بمركة قاركو دين لو قبيئيو إن لقب بدلو وحيوا بوضان وباحان ايا أنت أسوحي السبب إيسا إن ضدك عورات كو دين لاركو وقفك الله قبيني ولا قاويني يا قفك حفايا الله حريو إحدى أسقاري سقر الدعاء وردي سيبا لك الشاقين يا الله نظيفين يا الله ترتير يا أنت أسعرين كدران يسوي يا كشاقين دي أصلاحان ما بنانا وحاران هذا ما عورضو ذا إلى يسر كان بعد قف عورذي الدعوة طوع بعد في رسو وحيكون بنانا تعداد ضرورة هذه ترتسيد الدباهي عافمات وقفوا نختار يوحلا ميدا ويهي وحيوان مراقيا مرخاتي مراكا قاركود أبا هذا وحقوق إن لغا كلا بحاي كانتو إيا سيدا وعيير كانوا كروا لغا يابو إني نهيسن اندادك يا أهل كودي أجاقا درير لها دين نقطة عوراد إن لارك أصل كوني حرام تهي وحابنا نكرت الضرورة ضرورة ذا سنة علماء إنه حي لهذا المركز الضرورة تبيح المحظورات ضرورة وحي حرانة ويبن نيسا لكن ويبن نيسا كلية وكان تارغ أنه مطلق معها حد بباهدو إنت أي تهي بيكوية كان يسا بنانيدو لذلك وحيرا ذان الضرورة تقدر بقدرها ضرورة يباهد لما هران كيه هاد با انت يباهد التهيب على الوئة كينيا دين نقطة عورات هالله ركا أحمدو ضدكو حيوقع بسميان رقيا دمر دمر كان دمر با مدن رقنا رق با مدن ولذلك دمر كمركا يجيس نحجوغان حد عوراتو ويكد وانتهي مركا الرقى جنبي يسوي ما دانا الرقى يدومر نقط هذه الجنازة يميل لقى النقطانا مركي الزوجين كيس قبيل لقى صوتهو رقنا الرقى دقيتان كاله دومر كان دومر بعد دقيتان كاله ميت كين لقانا وواجب ضرورة واي هذا واحد الرقى النقطو هي الدومر دمر كان دي دمر إنه يكشق قياه باري الضرورة اللوغو وقالان وهالك الرق ما يالا سيدي دخاتير تبلو يري رقنا الرق إنه يكشق قياه باري الضرورة النقن ودمر لوم وقالا هدي الرق باللوايو هدي ضرورة دي مركا ويكينيسا دمر كون يكوض الشقيان هدي دمر باللوايانا ضرورة دي ويكينيسا رق كون يكوض الشقيان تاسي وقد يدكو باد وعورات كلا حريرتو انتاسو لغيابو يدون ضرورة هين قفكي دن بينو قلو من دبادنا ماشو اكو ترتا يا احمد ودن ما قالا مركا اللي تشوغو دادكا وعييل كاية دادكا حاندي كاب كايو لو شقين ايو قاربا خمري دلبان ايو قاربا دوفار دلبان ايو دوفار بالا كارين ايو خمرينا والا وديارين ايو قفك كشقين يا مرر بدن وحاد على ان الخمر يوجيس والخطر وقش ان انت النبي صلى الله عليه وسلم خمر الطوم بالغول العنضي شاربها وساقيها باكمدة قفك عبي يا قفك ورابنية هل يبدو فاني حرام ان ادو جيسو ان السيجار وكان تهدي حمال سيجار اللي هو قولي هاي تاي وحيا بدين تنعن كوبا نانين بدي قال
iyo wadamada waxyaabahaasi ay dowladahoodu ogol yihiin buu shaqaalihii geynayaa. Ma sahlana inuu khiyaar yeesho anugu cuntada kalaan geyn, laakiin doofaarka iyo ka shaqa geyn maayo khamriga iyo waxa xaaraamta. Qayb haddaad ku shaqa leedahayna, inta dumarka unbaan ka shaqayn gabadh inay tiraahdo ragga taaban maayo, ama ninku yidhaahdo inta raggaan ka shaqayn oo dumar taaban maayo, iyana ma sahlana. Wixii hadduu sidaa noqdo, risiq Ilaahay waa waasi, walalbo la joogaba meel lacagi ka muuqato xaaraana lama waayo. In cawraadkii la arka bilaa daruurana ma banaana, in waxyaabaha xaraamta loo geeyana ma banaano, ood kuwii la lacnaday ka mid noqoto. Saa darteed waxaan usdoorbidi lahaa oon isleeyahay, asalku shaqada in laga shaqeeya waa xaraam, inay daruura timaado maahane. Daruura hadday timaado dee qadarkeeda in lagu jaangooyay u baahan tahay cid culimo kaag dhow oo daruurada iyo duruuftii garanayana. Markaa su-aasha la weydiiyo, su-aalaha doolka ee meel fog la weydiinayo aan xogta hoose ogeyna, waxay iska noqotaa mararka qaarkood faqiih loo su-aal xumeeyey, loo masalo xumeeyey, qalad buu fatwoodaa. Dee hadaad wax sayid jirin ugu sheegtay isna uusan fahansanayn, dee waxaan jirin buu kaa dhaadhicinaya. Adna waxaa laga yaabaa xumaaba inaadan islahayno, waxaa su-aasha xumka saameynaya uusan qofkii garanaynin. Qofkan fatwoonayana aanu ka warqabin. Markaa kadib sheekhayr baa fatwada u baneeyey la yidhahda, waxaan dhihi lahaa daruuraadka markay timaado iyo waxa hoose culimmada waddanka dadka la joogta ee duruufta hoose ka warqabta in la weydiiyey ku habboon tahay. Wabillahi tawfiiq.